لكن هناك حد لا يقبل التنازل عنه، ثم نقاط أخرى أو معايير أخرى تختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الرجال وباختلاف النساء. اتفقنا أن معيار الدين لا يتنازل عنه، ثم بعد ذلك موضوع الجمال، هذه نسبية، إلى أي مدى أنا احتياجي للجمال وما هو معيار الجمال عندي، وهي إلى أي مدى احتياجها للجمال وما هو معيار الجمال عندها. المال، إلى أي مدى قدرتي على تحمل المستوى المعيشي المعين، وإلى أي مدى هي تستطيع أن تتحمل المستوى المعيشي المعين. المكانة الاجتماعية، إلى أي مدى يستطيع وإلى أي مدى يستطيع. فهذه موجودة ومعتبرة المعايير الأخرى، لكنها قابلة للتحرك، فيها مرونة باختلاف أحوال الناس وظروف الناس. في هذه الزيارة الكريمة للرسول عليه الصلاة والسلام لأحد البيوت، إذا زار الرسول عليه الصلاة والسلام بيت ولقى أن الزوجة مش محجبة، كيف سوف يكون رد فعله؟ دعونا نقول أولا أن الحجاب بمعنى تغطية سائر الجسد إلا الوجه والكفين هذا واجب، لا مجال للحديث أن نخترع آليات أخرى للاستنباط نبرر بها الخطأ الشائع في مجتمعنا، هذه واحدة. ثانيا، هو واجب وفريضة لكن ليس هو المعيار الوحيد للصلاح والفساد، بمعنى لا يقال أن الابتداء بالتدين تحجبي وإلا لم تتديني. آية السورة التي نزلت فيها آية الحجاب جاءت متأخرة جدا. أكرر، هو واجب، لكن الكلام هنا عن أن يجعل الحجاب هو المعيار الوحيد به أو بدونه صلاح وفساد، هذه ظاهرة غير صحية في مجتمعنا. أعتقد أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى بيت ووجد امرأة، وجد سيدة البيت غير محجبة سيحزنه ذلك. نعم، سيحزنه أن تكوني غير محجبة، أن لا تكوني مستترة على النحو الذي هو علمك إياه صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا أعتقد أن المرأة التي تسمعني الآن وهي المحبة للحبيب صلى الله عليه وسلم يكفيها لتتخذ مثل هذا القرار، أن تستشعر أن الرسول سيزورها. لو الليلة تأملت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غدا سيزورك، كيف ستستقبلينه من حيث الشكل؟ القلب هو الأساس، لكن هل ستخرجين له بثوب متبرج، أم أنك ستلبسين شيئا يستر جسمك إلى الوجه والكفين أدبا مع رسول الله؟ لا شك يا محبة رسول الله أنك ستلبسين ذلك. طيب بعد أن يخرج ستخلعين مرة أخرى؟ حبك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي أنك مستصحبة له صلى الله عليه وسلم بمعنى المحبة والاستشعار والصلة في سائر أحوالك، وأعتقد أن الرسالة وصلت. طيب، في بعض الشباب برضو يعني في نفس إطار هذا الموضوع، بعض يروح يخطب واحدة فيشترط عشان يعني تبقى الزوجة متدينة تكون محجبة، هل ده شرط رئيسي في الاختيار في البداية؟ من حقه أن يشترط ذلك، أن تكون محجبة من حقه أن يشترط ذلك، لأنه أولا رجل، وليسامحني الرجال الذين زوجاتهم غير محجبين إذا قلت هذا الكلام، لأنه رجل، فلا يرضى أن تظهر أوجه محاسن زوجته أمام أعين أخرى قد لا تكون حسنة. الأمر الثاني، لأن هذا واجب شرعي، لكن ليس هنا الإشكال، من حقه أن يشترط، لكن الخطأ أين يبدأ؟ عندما يجعل معياره الوحيد لاختيار الزوجة أن تكون محجبة. طيب، محجبة ممكن كاذبة، نمامة، غشاشة، آكلة مال بغير حق، تتصرف تصرفات سيئة، لا خلاص هي محجبة. وكثير من الكوارث حصلت في البيوت بسبب أن الزوج عند الاختيار لم يرى أمامه إلا مقياس الحجاب. صحيح صحيح، لكن يعني برضو ممكن يأخذ واحدة مش محجبة لكن ربنا يعني يهديها بعد كده، يعني ما يبقاش ده المعيار الرئيسي. إذا لم تكن من هواة استعراض مفاتن الجسد، ليست محجبة لكن أيضا ليست مبتذلة لنفسها، ليست متبرجة تخرج والأكثر من جسمها مكشوف أكثر مما هو مغطى، وهو زوج حقيقي بأخلاق الزوج الحقيقي، بحب الزوج الحقيقي، برقي الزوج الحقيقي، مع معرفته لبقية صفاتها الأخرى، بمعنى معدنها أصيل، أنها ذات معدن أصيل، ذات قلب حي، يمكن أن يكون له الدور في استكمال مشوار الحجاب معها. عندنا في مصر 78 ألف حالة سنويا حالة طلاق، ده آخر تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. نزلنا الشارع سألنا الناس، تفتكروا إيه أسباب انتشار الطلاق؟ اسمح لي نشوف هذا التقرير، نشوف التقرير ونرجع تاني. لو رأك لأحب
الفترة الأخيرة نسبة الطلاق كتيرة قوي، تفتكر ده ليه؟ والله هو عموما مشكلة الطلاق دي منتشرة في الوطن العربي كله، يعني مش في مصر عامة يعني، وده يعني أسبابها بيكون الخلافات الزوجية عامة بتكون إيه؟ مشاكل اقتصادية اجتماعية، يعني كلها أسباب المعيشة عامة يعني. بتكون مشاكل أو سوء تفاهم بين الزوجين. أغلبية المشاكل حاليا دلوقتي في الحياة الزوجية الحياة المادية. من غلو الأسعار. غياب الدين. دلوقتي ما فيش حد البنت ما بتترباش على القيم والاخلاق زي زمان. الضغوط الحياتيه كل يوم، يعني اسباب كتير طبعا. الفتره الاخيره زادت عشان ده بيبقى سوء اختيار، مش متفقين مثلا بيتجوزوا براي اهلهم. ما فيش بيت النهارده بيخلى من المشاكل، وما فيش يعني لا احترام للست بتحترم الراجل ولا الراجل بيحترم الست. والله ما فيش التزام. نسبة الطلاق زادت يعني الفترة الأخيرة عشان عدم التوافق بين الزوجين وكده، بيحصل مشاكل مفيش تفاهم، هو ده اللي بيخلي الطلاق موجود. لو رأك لأحبك، لو رأك لأحبك. عدنا لكم من جديد، وتقرير يعني يعني واضح ان الناس عندها هذا الانطباع المفهوم للجميع ان في مشكله في الاسر وفي مشكله في البيوت وفي عدم قدره من تحمل الرجل للمراه والعكس ايضا صحيح. تعقيب بفضيلتكم على التقرير ايه؟ لي عده ملاحظات اذا الملاحظه الاولى ان الذين تصوروا ان السبب في كثره الطلاق الضغط الاجتماعي، الضغط الاقتصادي، الضغط النفسي الموجود، هم ربما يكونوا محقين بأن هذا بالفعل الذي اليوم يكون أحد أسباب قرار الطلاق، لكن لا يمكن أن نعتبره مبررا للطلاق. بسبب المشاكل الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية موجودة منذ أن أنزل الله آدم إلى الأرض. القرون الماضية كلها الكثير من البيوت بل الأكثر تعرضت لمشاكل اقتصادية ولمشاكل اجتماعية، واستطاع الزوجان أن يجتازا هذه المشاكل، بل على العكس كانت هذه المشاكل سببا في زيادة اقترابهما ومعرفة كل منهما لمعدن الآخر. عندكم هنا في مصر إلى عهد قريب وربما إلى الآن في بعض المناطق ثقافة أن الزوجة عندما تجد الأزمة قد اشتدت تأتي بذهابها وتقول بيع أزمة وتعدي وتشتري لي مرة أخرى يا حبيبي، المهم أنت. والرجل في نفس الوقت عنده عفة، لا يريد أن يأخذ ذهب زوجته، وإذا اضطر يأخذه بألم، وبمجرد أن يتجاوز الأزمة يسارع الى المساعده. كان في الماضي شويه يعني، يعني ما كانش نعم. يعني انا لماذا ذكرت ذلك؟ لاقول انها لم تكن المشكله، ليست المشكله الحقيقيه الضغط الاقتصادي او الاجتماعي، بدليل ان للسابقين ضغوطات اقتصاديه اكبر مما هي عليها الان. يعني نسبه الذين يطلقون بسبب نقص المال اليوم، غالب الذين يطلقون بسبب الازمه الاقتصاديه لم يصلوا الى حد عدم وجود الطعام الضروري، وعلى هذا الأساس طلقوا. كان في السابق ناس تمر عليهم أيام لا يجدون الطعام ولا يطلقون. أنا هنا لا أنفي أن السبب في الطلاق هو نقص المال أو الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، أنا أنفي أن تكون مبررا، وهناك فرق بين السبب والمبرر. نعم الناس اليوم بسبب الضغوطات الاقتصادية تطلق، لكن هذا غير مبرر، هذا خطأ أن يطلق الإنسان بسبب ضغط اقتصادي. لا، أنت تتكلم بمثالية، الذي يده في الماء ليس كالذي يده في النار. لا أتكلم بمثالية. الأجيال السابقة كانت عندها أزمات اقتصادية ضخمة وأحيانا أضخم من الذي يمر بها الناس الذين يطلقون اليوم ولم يطلقوا. مسألة أخرى، هل نسبة الطلاق في الأسر الفقيرة عندنا في مجتمعنا أكثر من نسبة الطلاق في الأسر الغنية؟ ما فيش إحصائية دقيقة بالنقطة دي، لكن أعتقد إن من يعني من واقع الرصد الاجتماعي ومن الواحد بيشوفه، أتصور إن في الأسر الغنية ممكن يكون أكثر من الأسر الفقيرة، يعني في تقديري يعني. إذن لم يكن، أنا طبعا بقول ما فيش مرجعية يعني. نعم، لكن هذا واقع، نسمع كثير من الأسر الكبيرة الطلاق فيها كبير. إذن ليس لم يكن السبب هو السبب، ليس المبرر الطلاق هو المبرر الاقتصادي. إذا قلنا الضغوطات الحياتية، المشاكل اليومية في الحياة، طيب الحياة منذ أن وجدها الله فيها مشاكل. طيب الذين لم يتطلقوا، الزواجات التي نجحت في عصرنا في مختلف طبقاتنا، لماذا لم تخضع للضغوطات وينتج عن ذلك الطلاق؟ الذي طلق تعذر في طلاقه، الضغوطات في واقعنا اليوم. طب وهذا الذي جارك الذي